مشاهدينا مشاهد برنامج كل يوم، عندما تتعانق الحضارات وأيضا تتكامل الثقافات فنحن في مسار الإبداع، ومن هنا من دار الأوبرا المصرية وخاصة من المسرح الصغير وهذا الصالون الثقافي، ونتحدث فيه عن الشاعرة العراقية نازج الملائكة، لأن الشعر إحدى الصور الثقافية الناعمة التي تؤثر في المجتمعات. لنا هذه اللقاءات فكونوا معي. كانت رحمه الله يعني تعبر عن مكنونها دون الفصح في الكلام، عيونها كانت تتكلم. نازك الملائكة رحمه الله قام شعرية، شاعرة بلا قصيدة بلا كلام، أنت تراها تكتب عنها شعر. السيدة المرحومة نازك الملائكة لم تكن بدعا، بل كانت متواشجة مع التطور العام في القصيدة العربية، إلى درجة أنه حبها لمصر الحقيقة كان حبا فنيا. نازك الملائكة كانت هي فولة البركان الذي انفجر عندها هذا التجديد إبداعاً وتطبيقاً معاً في كتابها قضايا الشعر المعاصر. لكن نازك الملائكة هي كانت أول من نظر له شعرياً بشكل نقدي علمي في كتابها قضايا الشعر المعاصر. عقاض وأنت للبلغاء سوق على جنباتها رحل وحل، عسى تأتيننا بمعلقات نروح على القديم بها ندل. هشام الأديب الطبيب، عايزين نقول علاقة الشعر بالجراحة. هي علاقة وثيقة جدا، مش علاقة الشعر بالجراحة، علاقة الفنون والثقافة. الجراحة نفسها فن، فن، وفي آلات زي الآلات الموسيقية، آلات عظيمة جدا بتداوي المشرط، رغم ان هو الناس فاكرة ان هو آلة قاسية، انما هي آلة حنونة جدا عشان تشيل المرض وتداوي المريض. صحيح. وكذلك الفن وكذلك الشعر. يعني تقدر نربط ما بين الطب أنه يعالج الأجسام والأجساد، والموسيقى والشعر وجميع صور الفنون تعالج الروح. بالضبط كده، كله مشترك وهدفه هدف الإنسان ككل. صحيح. من الناحية جسمانية ومن ناحية روحية. صحيح. قل لي الشاعرة نازج الملائكة يعني لها بالتأكيد يعني سمت خاص وطابع خاص وتتميز في الكتابة في الشعر، وده اللي جذب حضرتك ليها. قل لي كده بما تمتاز هذه الشاعرة الجميلة. الحقيقة أنا عاشق متيم لشعر نازج الملائكة، الشاعرة العراقية الكبيرة الرائدة في مجال الشعر الحر، وإنتاجها الغزير الرائع اللي بيمس الروح وبيمس القلب. وأنا لما الحقيقة بقرأ أبيات شعرها كأني بسمعها وهي بتلقي الشعر، وليها من الدواوين البديعة. وأذكر على سبيل المثال ديوان شجرة القمر اللي فيه ده يعني من الشعر القصصي اللي فيه الموسيقى وفي الخيال، وفي خيال كبير جدا. هي تكتب عن شاب أحلامه خيالية ان هو يتسلق الشجرة عشان يصيد القمر. صحيح. دكتور هشام، يعني تجد وقت فعلا وتوفيق ما بين إدارتك للمعهد وعمليات الجراحة والكشف على المرضى، وإنك بتجد وقت بتقرأ في الأشعار وتتأثر بالشعراء؟ الحقيقة أكيد، لأن ده متعتي وسعادتي والجزء اللي أنا باخده راحة. هو يكفي أن أنا أقول لحضرتك أن
الأعمال الكاملة لشعير نازك الملائكة دايما جنبي حتى في مكتبي في معهد الكبد القومي. أنت عاشق لها يعني وللشعر خصوصا نازك الملائكة؟ أنا عاشق للشعر وعاشق لنازك الملائكة. معنا في هذا اللقاء دكتور عصام البرام من العراق الشقيقة، مرحبا بك. الله يخليك، مرحبا. ونحن النهارده الصالون الثقافي بيدور حوالين الشاعرة العراقية نازك الملائكة، ماذا تقول عن هذه الأمسية؟ نحن اليوم سعداء جدا أن تحتفي دار الأوبرا المصرية بشخصية العام 2023 بالشاعرة العراقية والعربية المجددة نازك الملائكة، لما أعطت هذه الشخصية من انقلاب كبيرا في القصيدة الكلاسيكية العربية، وانتقلت من قصيدة العمود الشعري إلى قصيدة التفعيلة أو ما يعرف في الشعر الحر. نازك الملائكة هذه الشخصية التي امتلكت مساحة واسعة وأعطت طريقا مجددا لبقية الأدباء والكتاب والباحثين والنقاد من خلال منح الفرصة الكبيرة في تجديد الشعر العربي. نحن اليوم في دار الأوبرا سعداء جدا بمجموعة من المشاركين من الشعراء العرب والمصريين لإعطاء الفرصة الكبيرة وتمجيد هذه اللحظة الكبيرة لشخصية شاعرة عربية عراقية مهمة كنازك الملائكة. نازك الملائكة في دوانيها الأولى كانت حائرة، كان الألم أحد أهم التيمات التي يدور حولها الشعر، كان الكآبة السوداء أو فكرة الألم والقلق والتساؤلات العميقة التي لا تجد أسئلة كان ما يدور في دوانيها الأولى، لكن في دوانيها الأخيرة أصبحت نازك الملائكة نفس مطمئنة، قدمت زنابق للنبي صلى الله عليه وسلم في أحد دوانيها، قدمت كلاما إلى الله سبحانه وتعالى، وهي قالت أيضا في سيرتها الذاتية أنني عندما التحمت بالقوة المطلقة أو عندما عرفت طريقي اطمأننت اطمئنانا كاملا. طب أنا عايز أقول يعني هل الشاعرة نازك الملائكة عند بدايتها كانت مشتتة الأمر وبعد كده اطمأنت نفسيا، وهذا هو حال الشعراء، ولا هي حالة فريدة لهذه الشاعرة؟ لا، ده أنا في دراسة أصلا يعني بفكر أعملها، بدر شاكر السياب زميل نازك الملائكة قال قصيدة من أعزب قصائد الشعر العربي قولا إلى الله، بيقول له لك الحمد مهما استطال البلاء ومهما استبد الألم، لك الحمد إن الرزايا عطاء وأن المصيبات بعض الكرم، فهل تشكر الأرض قطر الغمام وتغضب إن لم يصبها المطر، سنين طوال وهذه الجراح تمزق جنبي مثل المدى، ولا يهدأ الداء عند الصباح ولا يمسح الليل أوجعه بالردى، لكن أيوب إن صاح صاح لك الحمد إن الرزايا ندى، وإن الجراح هدايا الحبيب أضم إلى الصدر باقاته، هداياك في خافقي لا تغيب، هداياك مقبولة هاتها. يعني أنا عايز أقول لك يا دكتور يعني أن موضوع الشعر ده جميل، أو ممكن يلخص هذا الكلام في أن المحنة تحمل في طياتها منحة، وأن كل مر سيمر. هل هذا التعبير الحقيقي لهذه الأشعار الجميلة ممكن يهتدي إليها القارئ سريعاً؟ نعم، يهتدي إليها القارئ إذا كان قارئ مدققا على مستوى التجربة الشعرية ككل. على مستوى التجربة الشعرية عندما يرى أن هذه الشاعرة في أولها كان المضامين التي تناقشها بهذا الشكل ثم تطورت أو تغيرت إلى هذا الشكل، ثم يقرأ في سيرتها الذاتية أنها وضعت أيدينا على هذا المضمون، يعلم أن الإنسان لابد في أوله وآخره هو إلى الله المنتهى. طيب دكتور عايز أقول يعني هل الشعر فعلا عندما يتجه الشعر إلى منحى التصوف وإلى مخاطبة الله سبحانه وتعالى بمشاعره ووجدانه، هل هذا اللون يرتقي بشعره وبلغته وبأسلوبه؟ إذا كان شاعرا كبيرا واستطاع أن يقطر هذه التجربة على مجاري الشعر من صور وتراكيب وألفاظ وإيقاعات، إذا استطاع أن يصوغ هذه التجربة الشعرية على مجاري الشعر، فنقول أن هذه التجربة تجربة حقيقية تستحق أن تخلد في تاريخ الشعر. دكتور
دكتور حسن عايز أقول يعني عندما ينتقد الإنسان الشعر أو يأتي بجديد من الشعر فلا بد أن يقابل بالانتقاد. هل هي قبلت بالانتقاد عندما انتقدت قضايا الشعر وهي عايزة تعدل من الشعر العمودي إلى شعر ببحور معينة أو بشعر مطول معين؟ ده هي يعني وجهت بالانتقاد حتى من قبل هذا الكتاب في شعرها نفسه، ولكنها صمدت لأنها كانت مقتنعة. وعندما ظهر هذا الكتاب أيضا هوجمت وانتقدت لأنها أرادت أن تبين أن ثورة الشعر الحر اللي هو الانتقال من البيت إلى التفعيلة، هذه الثورة لا يمكن أن تمسح تراثنا كله. صحيح. سيعود الشعر العمودي يكون موجودا، يعني شعر التفعيلة يوازي يسير في خط موازي لشعر العمود ولا يمسح ولا يلغيه. صحيح. طيب دكتور حسن عايز أقول إن الشاعر أحيانا يكون ابن البيئة وأحيانا يتأثر بأسرته، فأنا علمت إن والد نازك الملائكة كان أستاذا للغة العربية وهي تأثرت به تأثر شديد مما يجعلها مفوهة وعندها القدرة على يعني الدراما الكلامية واللغة العربية. هو هذا التأثر من الممكن أن يكون يعني عنصر إيجابي في مسيرتها، ولكنه ليس العنصر الفاعل الوحيد، لأن كم من الأبناء يعني لديهم آباء يعني متخصصين في اللغة وفي النحو وبشكل معمق لهم كتب ومع ذلك لا يتأثرون. لكن هي كانت موهوبة، هي موهوبة، موهوبة كانت. البذرة موجودة اللي هي موهبة، حب اللغة. فحب اللغة صادف أبا أيضا متبحرا في اللغة. صحيح. فاجتمع التأثيران معا. أنا علمت أن دكتور حسن أن نازك الملائكة هي كتبت يعني شعرا كثيرا ولها دواوين كثيرة ولكنها باللغة العربية. هل يتهافت الشباب على قراءة هذه الدواوين ويفهمون ما في طياتها وما تحمل من معاني في كلماتها؟ يستطيع الشباب بالذات أن يفهموا المدرسة التي انتمت إليها يعني نازك الملائكة في شعرها، لأنها مدرسة يعني عينها على الواقع وعينها على اللغة المؤثرة البسيطة. لدينا مدارس أخرى رمزية زي أدونيس مثلا، زي بعض المدارس الرمزية لديها لغة معقدة أو يعني مركبة فيصعب على الشباب أن يبدأ بها. لغة نازك الملائكة بسيطة جدا، تستطيع أن تقرأها فتستطيع أن تنتقل إليك الرسالة التي تريد أن تقولها. كنت معنا مشاهدينا في هذا الصالون الثقافي من المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وسعدنا بهذه اللقاءات، وإلى حلقة قادمة شئت الله تعالى من برنامج كل يوم.